والله احنا بس نتكلم على ماتش ماتش امبارح. طبعا امبارح كان في امل امبارح كبير وامبارح الامانه ماتش يجيب زعله، اه كانت قريبه وكانت اول مره نحس ان الفاينل قريب يا كاترين ده حقيقي صراحه. لا وخلي بال حضراتكم اللي انتوا قلتوه في، وانا لسه كنت حتى بتكلم مع نفذ والله بالحرف بالحرف بالظبط. كل الكولر بصراحه اشتغل كويس قوي، اشتغل هايل امانه، اشتغلوا بشكل مميز ولعبوا ورا الطول او النبي يا كريم عشان باكس. في ناس بتفتي يعني للاسف إيه؟ لا 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 بجد والله، في لا في في ناس ده بعد ده احنا عملنا شوط اول امبارح يا خبر ابيض والنص الثاني والله وقبل البنالتي. لا مش قصدي يعني انا بس ايه هتكلم، قلت كلمه مهمه، هو احنا هنا في الحلقه جبنا بعض النقاط الخاصه بفريق فلومينينز وحللنا بعض الامور اللي عندهم، وكان صحيح. واضح جدا جدا بصراحه برشلونه كان واضح كبر السن اللي عندهم ضرهم في حاجات كتيره جدا، عشان بس بعض الناس هو اول ما جاب بعض الناس إيه؟ بتقول اصل لا انتوا اتخدعتوا في اعمارهم السنيه الكبيره، دول عندهم خبره ايه ده كانوا شايفين يرتدوا. ده احنا الشوط الثاني في هجمه رحناها 3 على 2 لولا بس ان اعتقد كهربا لعب الكوره اتسرع حب يلعبها وهو مش باصص، وكان بيرسي تاو على يمينه، بيرسي تاو كان على يمينه وكان انفراد. خلاص راح انفراد بالجون، اللعيبه بتاع فلومينينزي قدام مش قادرين يفتحوا الاسبرانت. وبنتكلم على مين يا كابتن هاني؟ بنتكلم على بطل البرازيل لا وعمل ايه وبطل الليبرتادورس اللي كسب جونيور. اول ما جاب الجون، اول ما جاب الجون عمل ايه؟ دافع على طول، طلع كل 36، طلع مارسيلو، طلع فيليب ميلو، طلع زون ديفنس، لعب على مرتدات، ونزل كندي اللي هو المهاجم الهداف على مرتدات بس، وبدا يدافع وبدا حتى لو خدنا بالنا الكاميرا جابته وهو عمال يقول للعيبه ما تطلعش، اقف اقف وما تطلعش وبص، سيبهم بقى هم يجوا بالكوره واحنا نخطف ونروح مرتدات. بس مهم جدا ان احنا بصراحه الشكل اللي احنا شفناه ده شغل كولر، ان هو النهارده لعب على الاجنحه بشكل مميز شغل كولر، الكرات الطوليه اللي اتلعبت ورا الفول باكس كنت ورا. واخد بالي من جزئيه مهمه جدا، انه كان حتى واحنا معناش الكوره ما كانش بيرسي تاو خاصه الشوط الاولاني ما كانش بينزل قوي تحت يعني كورة. ما كانش بينزل قوي تحت الكوره، كان مدي المهام ديت لاكرم ان هو يشتغل مع هاني على اساس نطلع بيها، لو يبقى عندنا قطعنا الكوره نطلع على بيرسي تاو، نفس الكلام على الشحات نطلع على الشحات. فالحقيقه هو اشتغل الشوط الاولاني بالجزء المهم جدا ان احنا بنقفل كويس قوي، بنطلع على الكاونتر اتاك وجبنا 3 فرص مهمه جدا جدا في المباراه. كابتن احنا لينا 19 محاوله على المرمى على فلومينينزي، 19 محاوله، 20 محاوله، 20 محاوله منهم 7 على المرمى، اه 20 محاوله 7 هم ليهم، 13 ليهم 5 مع فريق برازيلي يعني فريق برازيلي فريق بطل كوبا ليبرتادورس، التنافس هناك مختلف طبعا خالص طبعا على اللي احنا بنلعبه يا جماعه. ده النهارده احنا بنتفرج على السيتي يا كابتن اسلام، انا بشجع السيتي، جريليش في الدوري طبعا مبهدل كله بيحبوا السيتي عامل لنا مشاكل. النهارده جريليش مع اوروا ريدز والله العظيم واخد الكوره من على الخط ماشي بيتفسح داخل منطقه الجزاء بيتفسح، يا جماعه في فرق مستوى أكيد. يعني في فجوه، انت احنا بنتفرج على الدوري الانجليزي بمستوى الدوري الانجليزي، بنتفرج على الناس دي بمستويات مختلفه على اللي احنا بنلعبها حتى وانت بتتفرج. ايوه آه. احنا بننزل الملعب وتواجههم موضوع مختلف، ده موضوع مختلف بصراحه اللي كولر عامله. احنا بجد يا جماعه احنا معانا مدرب مشروع، بس هو برافو عليك، بس هو النادي الاهلي برضو بمناسبه المدرب المشروع، هو النادي الاهلي هو اللي وصلنا ان احنا نصدق نفسنا ان احنا بنلعب ضد معلش عشان من الحته دي مهمه طبعا، ان احنا كمصريين نصدق نفسنا ان احنا بنلعب ضد بايرن ميونخ، بنلعب ماتش رسمي بقى مش ماتش ودي ولا حبي ولا بتاع، انت بتلعب ماتش رسمي. انت الناس اللي كنت بتشوفها في البلاي ستيشن كنا نقعد كده زمان، فاكر الاتاري بتاع زمان؟ ايوه ايوه صح، نقعد صح. نقول يا سلام رونالدو ميسي مش عارف ايه، كنت بتعيبهم عادي. دلوقتي لسه شوف النهارده جوارديولا بيتكلم على الاهلي ازاي، النهارده جوارديولا لسه مجاوب على انا هاكد لكم الكلام ده، معايا معايا الفيديو عن جوارديولا. تعال النادي الاهلي جاهز الفيديو الاهلي فخر مصر وافريقيا والعرب. يا جماعه احنا دلوقتي اتحطينا في ليفل، السنه اللي فاتت انشيلوتي كان بيتكلم علينا، احنا جبنا الجزء بتاع ريال مدريد وان انشيلوتي بيتكلم عليك، دي حاجه تسويقيه لوحدها اصلا بتخلي النادي الاهلي في حته تانية. صحيح ان انت انشيلوتي بيتكلم النهارده، امبارح جوارديولا مدرب احسن فريق في العالم مانشستر سيتي في الفتره الحاليه بيتكلم عن النادي الاهلي وبيقول ان النادي الاهلي، هو بيقول ان هو كنت في مصر، لو ممكن نعرض الفيديو حتى، بيقول ان هو كنت في مصر. طيب قبل ما خلينا نسمع الفيديو احسن ماشي. خلينا نسمع الفيديو وماذا قاله جوارديولا ونرجع نكمل مع حضراتكم مره اخرى.
said before, it's not surprised for me Al Ahly what they have done, because in last summer time I was in Egypt with the family and I didn't find one person didn't talk about Al Ahly in Egyptian. So how strong and how you know, as a team in Kerbal being followed, and I felt that they've been supported here for many. I saw the highlights against Ali, the Arabic team, and while the crowd on both sides was fantastic, was amazing. كنت في مصر في الصيف الماضي مع العائلة، ولما أجد شخص واحد في مصر يعني لم يتحدث عن الأهلي في مصر وعن مدى قوة الفريق، شعرت بأنهم مدعوم يعني مدعومون هنا، يعني في جماهير في السعودية وجماهير في مصر لديهم العديد من المشجعين. شاهدت أبرز لقطات المباراة ما بين الأهلي واتحاد جدة، والحضور الجماهيري من الجانبين كان رائعا ومذهلا. فالنادي الاهلي هنا كان ده هنا ده المؤتمر ده يا احمد اللي كان اول ما سيتي وصل اول ما سيتي يعني كريم بيقول من ساعتين قال حاجه بعد بقى يعني هو اتكلم النهارده كمان بعد المباراه بتاعت ريدز. اتسال من زميلنا محمد العراقي عن الاهلي وعن هو كان ممكن يواجه الاهلي، قال انا ما شفت يعني هو انا شفت انا ما شفتش ماتش الاهلي وفلومينيزي، ولكن اتقال لي محللين اداء طبعا كانوا بيتفرجوا على المباراه قالوا له ان الاهلي ضيع كم هائل من الفرص وكان ما يشبه يعني القاب قوسين او ادنى من الانتصار. فهنقدر نتكلم على جوارديولا مدير فني رقم واحد في العالم لا خلاف في دي اعتقد، يعني النهارده لما يتكلم عليه وبيتكلم في نقط كمان فنيه وبيتكلم في نقط بتقول لك ان الاهلي فريق قوي وهو افضل تمثيل لمصر وافريقيا، ده لازم النهارده نرجع بقى احنا ليه النهارده واصلين. وطبعا النادي الاهلي كابتن هاني عنده ارث تاريخي أكيد. يعني طبعا اكيد كل جيل بي 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 بيستمد قوته من الجيل اللي قبله، وكل مدير فني بيكمل صحيح. على الشغل طبعا لا خلاف على هذا، لكن لازم نعطي مارسيل كولر حقه. مارسيل كولر مخلينا الشوط الاول اللي بيتفرج على المباراه مع امانه مع تشابه التيشيرت، يعني امبارح التيشيرتات كانت مضايقانا في عيننا كان في قريبين من بعض، اللي بيتفرج وما يعرفش هيقول لك دول اكيد برازيليين اللي لابسين رمادي، دول هما دول الفريق الاقوى قدامي. الشوط الاول فلومينيزي نازل يعني في الملعب مشوشين جدا مش عارفين يلعبوا يعني بعاد بسبب طريقه لعب النادي الاهلي طبعا وقلقانين ولا وكمان لما لقوا الباسنج ولقوا فريق بيلعب على الارض ما بيلعبش كرات طوليه على طول يا ثابت ما بيوصل ما بيحاولش يعني هذا اورو ريدز بيعمل ايه مع السيتي اول مباراه بيعمل ايه ويشوت. بيبعد اول تمريرات طوليه على طول بيبعد على طول مش هلعب معاك الحته دي انا ما اقدرش طبعا طبعا. وبالتالي السيتي بدا يلاحظ ان المباراه في المتناول، انما احنا امبارح احنا لغايه الهدف الثاني واحنا عندنا على فكره هو ده اللي يعني ده الزعل الكبير يعني صحيح. ده الزعل الكبير لان احنا كنا قريبين قوي مزبوط. وكنا الشوط الاولاني يعني طبيعي جدا حتى من دون احتساب ضربه جزاء ولا حاجه تكسب على الاقل 2-0 فهترتاح صح.